بيكم في فيديو جديد من سوبر ماما. انا ريتا ومن مطبخ سوبر ماما. النهارده هقدم لكم رز برياني بالخضار. رز البرياني دي وصفه هندي وهي مناسبه للنباتيين وللصايمين وظريفه جدا، فيها خضار كتير قوي، واتمنى انكم تحبوها. نبتدي الاول بالمقادير: كوبايه بروكلي، كوبايه ونص بسله بالجزر، طماطميه كبيره متقطعه مكعبات صغيره، فلفله رومي كبيره متقطعه مربعات صغيره، ملح، عود قرفة خشب بنكسره حتت، حبة هنتين، وخمس قرنفلات، زيت عباد شمس، وطبعا كوباية رز بسمتي. الرز هنا مغسول ومنقوع بقاله حبة. أول حاجة بحط الزيت بتاعي. أنا بحب أحط فيه زيت عباد مش زيت زيتون علشان ما يبقالوش طعم معين، زيت الزيتون له طعم مميز. هسيبه يسخن شوية، وأول حاجة هضيفها عليه هتبقى الفلفل الأخضر. هحمر الفلفل دقيقتين الأول. بعد ما بنحمر الفلفل دقيقتين بنحط التوابل بتاعتنا. بحط القرفة، الخشب اللي احنا مكسرينه، الحبهان والقرنفل، واقلبهم يتحمروا معاها. تاخدي بالك دايما ان لما التوابل بتتحمر في الزيت او بتتحمر مع الحاجه بتظهر نكهتها وبتظهر ريحتها قوي. يعني ما نحط التوابل بتاعتنا دلوقتي غير لو جينا نسينا وحطيناها في اخر الاكله، تديش نفس الطعم، تبقاش استوت معاها وتحمرت معاها كده، بتنزل النكهه بتاعتها احسن كتير. ابتدت تطلع ريحته اهي. بعد كده هوت بضيف عليها الطماطم المتقطعه، ودول بقى سيبهم يستووا شويه. خمس دقايق كده بيكونوا استووا شويه، بضيف الرز وبقلبه كويس علشان يشرب بقى التوابل والعصير اللي نزل من الطماطم والحاجات دي كلها، بقلبه معاهم. انا بحب ازود خضار اكتر، يعني انت ممكن تحطي خضار اقل من كده، بس انا بحسها فرصة ان احنا نعمل خضار وناكل خضار. احيانا بعمله بتلاقي اغلبه خضار وفي رز كده منطور، بس عشان انا بحب الخضار جدا. بعد ما الرز بيتقلب في الطماطم والفلفل بتاعي، بضيف بقية الخضار اللي عندي بقى كله، البسلة والجزر والبروكلي، وبعدين بضيف عليه ميه لحد ما اغطيه عشان يستوي بيها. طبعا مش هقدر اقول لك كميه الميه بالظبط، عشان لو انت مثلا حاطه خضار كتير زي هتعوزي ميه اكتر تغطيه وكده. وبعدين اخر حاجه احط الملح واقلب، ونبقى خلاص بنسيبه بقى يستوي على نار عالية، ولما يغلي بنوطي عليه زي الرز يعني، بس من غير صفيحة. دلوقتي الرز بتاعنا استوى، احنا غشينا في النص شوية علشان تقدير المية لما يبقى فيه خضار وكده. احيانا تلاقي الرز استوى والمية لسه موجودة. لو حصل معاكي كده هوت افتحي الغطا وسيبيها تبخر شوية وبعدين اقفليه تاني، عادي جدا يعني. هو استوى عندنا، فاحنا هنطفي عليه وبعدين هنسيبه يهدى بالبخار بتاعه 10 دقايق قبل ما نفتح الحلة، ودي خطوة مهمة قوي في الرز البرياني. ده الرز البرياني بتاعنا بعد ما استوى وغرفناه، سيبناه يهدى 10 دقايق بعد ما طفينا عليه النار. مليان خضار اهو، شكله جميل جدا وريحته هنا عظيمه يعني. يا ريتكم معانا، اتمنى تجربوه ويعجبكم. بالهنا والشفا. لو عايز تكسبي مع سوبر ماما مرات مطبخ زي اللي انا لابساها، تعملي 3 حاجات. اول حاجه تعملي سبسكرايب للشانل بتاعتنا على يوتيوب، تاني حاجه تعملي لايك للفيديو دوت،
وثالث حاجه تكتب لنا في الكومنتات تحكي لنا ايه الحيل المبتكره بتاعتك اللي بتخلي الاولاد ياكلوا بيها الخضار. حظ سعيد مع سوبر ماما.